الناطق الإعلامي باسم الهيئة العامة للثورة السورية. سيد علي، زخم الثورة السورية لا زال في ازدياد رغم عمليات القتل التي وصفها مراقبون بالممنهجة، هل هذا هو الحال في سوريا؟ بداية اسمح لي أن أترحم على أرواح الشهداء الأبرار ونسأل الله الشفاء للجرحى. طبعا الزخم مستمر وهو في عملية تصاعد لا تراجع، لأن كلفة التراجع ستكون أكبر بكثير من كلفة الاستمرار. التراجع يعني أن النظام السوري سيتفرغ لنا واحدا واحدا، سوف يسأل عنا عن أهالينا، هو لديه قوائم، سيقوم بعمليات قتل تستمر لسنوات وتصفية، وستتحول سوريا إلى مملكة أبدية له، ربما لا تنهض ثورة سورية أخرى لمدة 100-200 سنة إلى الأمام، وسيأتي حافظ وبعده بشار. لا سبيل إلا الاستمرار للتخلص من هذا، من نير الظلم والاستبداد والاحتلال الأسدي الذي اغتصب هذه البلاد بانقلاب عسكري، وجاء بعده الابن بالتوريث وقتل الشعب الذي سار ضده وضد، بعد أن وصلت الأمور إلى ذروتها، وهو يقتل بشكل منهجي طبعا، لأنه بوجود المراقبين العرب الآن لدينا 400 شهيد حتى اللحظة. اليوم لدينا 21 شهيد. نحن نتكلم عن إحصائيات دقيقة، لدينا غرف عمليات مستمرة تقوم برصد كامل لجميع الشهداء الذين يسقطون وبينهم الأطفال. هذا قتل ممنهج. أما عن عمليات التعذيب الوحشية البربرية فهي مستمرة وبشكل وحشي. اليوم لدينا شهيدان تحت لدينا شهيدان قضوا تحت التعذيب، ولدينا أطفال. فهذا الأمر هو أمر منهجي تقوم به الحكومة. يعني محمد خالد السويد هذا مواطن سوري، نذكر الاسم الثلاثي، ماذا يريد التوثيق أكثر من هذا؟ هذا قضى تحت التعذيب، اليوم أعيد اجتهامي إلى أهلي. يعني نحن عندما نذكر الاسم أمام الملايين هذه المصداقية، من قتله هذا؟ جميع أهالي حي بابا عمر قتل في بابا عمر. يقولون النظام السوري بدي يصدق 5 أو 6 آلاف أو 7 آلاف، يقولون قتله النظام السوري وأكذب وأصدق النظام السوري. وهذا الأمر أيضا أحمد الحبال في حماة قتل، كل مدينة حماة تقول قتله النظام السوري. عندما نخرج بالتشيع نهتف ضد النظام السوري. نحن نستغرب من تصريحات حقيقة الأمين العام للجامعة العربية الذي يقول لا ندري من يقتل من. يعني هذا أمر يعني طار الصواب من عقولنا، وهو يعني قبل أشهر أو قبل أسابيع قال للنظام السوري في مؤتمر صحفي أوقف القتل. يعني هذا تناقض عجيب من الأمين العام للجامعة العربية. يبدو أنكم سيد علي قد فقدتم الأمل بحل عربي عبر الجامعة العربية، لذا هل تعتقد بأن مطالبة المحتجين والمتظاهرين السوريين بتدويل نزاعهم الحقوقي والقمعي دوليا هو الفرصة الأخيرة؟ طبعا، يعني نحن طالبنا أولا بحل سوري، لكن النظام لم يستجب واستمر بالقتل. بعدين التجأنا إلى الجامعة العربية وقلنا حل عربي والأسلام عربيا وحتى يعني نحمي البلاد، لم يستجب النظام، استمر في القتل، ضحك على أخوتنا العرب، خونهم، يضع حكام الخليج مع أعلام الإسرائيل. انظر إلى الإعلام السوري، يعني هذا شيء مشين حقيقة. يعني نحن نعتذر لإخوتنا وهم لا يحتاجون لاعتذار، يعني إخوتنا العرب، لأنهم يعلمون أن هذا ليس ديدن الشعب السوري ولا يمثلون إلا أنفسهم وإلا شبيحتهم الإعلاميين. نعم. الموجهين من المخابرات السورية، وخون الأردن وخون الجميع فهذا هو وأهان الجامعة العربية وسود وجهتها. ويعني الآن لا ملجأ سوى إلى مجلس الأمن وأن يحيل الملف إلى محكمة الجنايات الدولية. نعم. وبهذا تكون الجامعة العربية قد رفعت الغطاء عن هذا النظام، لأنه بالأخير لن يستجيب النظام، فسيسقط المزيد من القتلى في هذا الشهر. نعم. شهر المراقبين. نعم. وسيسقط المزيد، مثل ما بينما وقع البروتوكول سقط العشرات والمئات واعتقل. نعم. الآلاف ونكل وضعت بالأخير ستحول إلى مجلس الأمن لا محالة. شكرا جزيلا لك علي الحسن، الناطق الإعلامي باسم الهيئة العامة للثورة السورية.